ضرس فيه ميدان الحر وميدان البرد. اه شو يسوي به؟ نحطه في فرايزر ساعات اشرب لي شيء صقع. مشكلة والله مشكلة. اقول لك دق عوادي وحط عليه. لا هو يبغي له شيء مبطن منه. انا من زمان عم والله يمكن لسنتين زي كذا تقريبا. اخوي زي كذا يعني كل ما اخذه انت وخالي ولذا اذكر يوم اني اصحى على صوت دق النجري ما دق ادري ايش قاعد يدق يدق العويدي انت يحط على ضرس ابي يسولف علينا. انا الحمد لله ولا مره زجاني اسمعني يقول ابي ذاك الزمان فك مايك يقول ابي ذاك الزمان قول 55 اسلام تسمع رجع والله فراسك ما حفظك اي والله يقولوا نشيط اطرح المواتر يقولوا فيني نشاط انت خبر النشاط ذاك الزايد اي والله هل يجيكم سحب بعض البيانات من الجلد يقول فيني نشاط زايد يقول كل شيء في وجهي الطرشه اروح اجيب حليب علف واجيب العزبه المحروقات مثل ما يقولون الديزل والبترول والماء يقول ما عندي بالله يقول هم عندي أمك أمي أنا مع يقول مع هذا الحلال حلالنا هم متعدد 150 وثم حلالنا كلنا أبي وعمان وبي اللي ضامه يقول يوم جاء عقب المغرب يقول ولا يهم صقع مرسي يقول ولي في الليل دوجة البل يقول احنا حول 30 خلفه كلها تحلب يقول وانت يقول تحسبين فيه عامل تحسبين فيه ما في ما في لا ما راح تجيبي الماعون وخلي احنا ندق المهم يقوم ويصقع يقول ولي كان ضاربني كهرب في وجهي يقول ولي ما حولك مستشفى ولا يقول وخليه اطحن لي عود عويدي يقول واحطه على ضرسي واقعد وادوج في البل واخلص يوم زل العشاء وقاعدين على جل الضوء يقول ويضربني يقول والضرس انت خبر يقول يقوم وجهي وانت الخير انقذ مشكلة يقول واتحمل يقول لين اصبح نصيح يقول يا اصبح نصيح قال الموت وينك انا جيتك يقول والله ما اشوف العرب كلش من ضربته عندك يقول والرقاد ما دقته يقول واخذ لي يومين وانا اهدى علي نص ساعه وعقبه يضرب علي يقول واتخالف انا والمواتر يقول هم في جو وانا في جو الحل يقول ما عندها في العرب نهائي يقول ولا اشوفه يقول كبير ومقاره يقول ولا يوم زهقت لا به مستشفى ولا به بنج ولا به يقول اضرب العمدان يقول راسي اربط عليه مشكلة يقول فيه
تخبر الضجر اللي يجي فجأة. يوم فكر يقول في ثيني زعل. اي زعل زعل فجأة تميح على ان السكاري بذي حقت المواتر وفيها بكر فيها البكر ذاك لم تخابر ضربي يجود عين البكر يقول في جود البكر يقول جود البكر ويدخله يقدم هو يمسكه ويوم درى أنه يمسكه ليش لا يقول يوم جلعته يقول بغي يوقف أخوي يقول والله إني شالعه أول ما شلعته طق طق يقول وراح معي راح معي أنا يقول أنا ماسكه قوة يقول ما خلته يمس يقول يوم نتكته وقريت إنه راح يقول والله يا ساعات حطيت يدي ساعات يوم خلاص يوم نعست مشكلة والله الضرس الموت الضرس الموت يود اقسم بيت الله انا الحمد لله يا رب ان شاء الله ما يجيني ان شاء الله ارجع الضرس ذا يود مصيب يا مش على عائلة من اول من الاخر من الحمد لله الا انا اغلب الاحيان ابوي انه ابوي كبير ابوي ويوم تقرا اول يوم ابوك على النشاط الاول على طاري يوم تقرا نشاط ابوي من النشيط من اول كان فديرت النزانة تربه قالها الملحة عرفها ابو ناصر كانت فيها مزرعة جدي زين كان دايم يعني عايش هناك وكان جدي لا خذوا وخذوا وخلص القهوه ولا ذا قال ميد ابوي اهبط تربه وجيب مقاضي تعال يروح بيع رجوله فهمت يجي ذاك الليل يوم اصبح الصبح قال جدي ما به قهوه ولا ذا اهبط تربه يا عتيق قال ابوي ابشر ياخذ ابوي صغير ابوي اساسا يوم راح من عند جدي عشان يتوظف عمره 12 سنه هو يوم كان يوصيه يروح اصغر من كذا العرق صح المهم وابوي كان صغير فهمت ما اصلا من كذا يقول ابوي رحت يقول يوم ذا يقول لا فيه بير ما يقول وانا ميت من الظما يقول وعاين للبير في ما يقول انا عادي وانا انزل فالنزول يقول نزلت عادي وكنت ضميون ورايح يقول نزلت عادي وشربت مويه وارتويت يوم انه خلص ابوي من رتواه ذا فهمت؟ وعب قريش وجاب يرقى فاللي ما يردك جاب يرقى ها؟ لا 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 هو من تحت الحين البير من فوق ضيق من تحت توسع زين؟ كل ما جاب يرقى له يعود متى يدخله هو؟ الساعة 8 او 8 ونص ويشيل ابوك ويحط ابوك يرقى وينزل ويرقى ويطيح ويرقى ويطيح ويرقى ويطيح ويرقى لين الساعة 2 الظهر لين الساعة 2 الظهر عانى ربي يقول في خشبة يقول من زمان يوم انا احطه على جنب زي كذا واحاول يعني ارص عليها ويقول مرة عدلها من نية عانى ربي وهو يطلع وهو يروح زين باقي الحين قدامك ويروح هو يهبط تربه ويشتري الاغراض ويستانس يبغى هذا ذا هو يجمع عود جدي شافه هابطه فهمت؟ ويعني ذل عليه قال وين راح زي كذا فهمت متحرص جدي وجدي يجي جاي مع الدرب يقص جرته فهمت ويجي ولا عينه منه طاح محله في البير ايه درى انه طاح في البير وابطه ما طلع وشاف جرته حتى يوم انه طلع اكزن ساقه بعد ما طلع من البير حط رجله مروح يوم جدي راح بعد يمشي مع جرته عشان يبي يقابله مع الدرب وابوي يوم جاء راجع زين زد خدم قضية وخلص اشغاله وكل شيء وعصير معود لا في محل معروف والله ما ادري وين ابوي ما اعرف بالضبط مرن هنا فيه جن يقول ابوي انا امشي يقول اقول بسم الله يقول والله العظيم يصرخهم كانه موزاني وحصاهم رجدي قدامي ووراي يقول انا اسمي بسم الله وامشي عادي فهمت وقرا المعوذات يقول وامشي ورجد الحصى قدامي وراي تقول ولدت مرة ثانية يوم سمعت صوت أبوي قدامي ما أدري وش جابه مستغرب أقول هذا جني بعد قال صوت أبوي فهمت؟ لأن جدي جاي مع نص الدار ويقول أبوي يوم قال يقول أنا قاعد أمشي يوم قال سمعت يوم قال عتق يقول جدي
تنصت له زي كذا. الموت ما عاد نبقى عليك. لا لا ذا ابوي قدام يقوله انا ما كله يقول والله اني حد يمديد احس من جن يقول انا من جنون هنيا. سبحان الله على طاري الخوف والجن من الاول يوم صغير بموت من حب اشوف الافلام افلام الرعب اللي فيها روعه وكذا وامي تنهاني 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 ها؟ ذا الحين ادنا ما ذلله بعلمكم بشيء لا ابغى اعلمكم بشيء والله اني ادور افلام الرعب اللي فيها دم واللي فيها روع واللي فيها استانس استك وامي تلعن جد ذا الحين والله اني ما اقدر اشوف اي شيء خلاص خلاص لا اداني افلام الرعب ولا اداني الروع ولا اداني ما ادري ليه المفروض انه عكس عويد خلاص قال عليك الزمن وشرب انا اخواني تابعوا ايش دخل عويد يصخوخ في قلبك يصخوخ في جلدك يصخوخ في مخك وكلها تصخوخ الله يصخوخ في مخك انت حر رجل هنا ورجل في القلب رجل معنا ورجل في القلب يبي يسوي اذا كل ما كبر الانسان كل ما استقوى قلبه لا لا صادق لا لا من يقول لكم نقول ما ادري احس انا الا أنا أخواني قمدي تابعوا معنا يا منك في خرق الدنيا أنت يا منك قمامة مثل هذا الحين ما هم مثل هذا الحين هذا الحين يتهشم على كل شيء صح صادق ها ها هي أنت شو تسوي ها اسمع يقولون ود عنا إذا عشان الشكل كنت قاعد لي فيه أتقضى فيه ولا يلمحل هدوء أرفوف والمحل هدوء وانا اخذ لي شيء مهم تخبرني الشيء ذاك اللي مو تجيب شاهي جيب لا شيء دوره وتشغيل مخ بالاسم اي بالاسم ومركز جدا والمحل كبير يعني مثل جولد جمعيه وتاتي وحده بينك توفي وبعض النسوان صوتها حاد ما صدقت حمود شلع يا ريال حمود صد واطير في السماء بامسكها هي شافتني هي صغيرة هي شافتني وقالت لي يوم قالت لي بامسكها فأين يدك ويش حمود سأل عافنا كلها قدام قد يا حمود لا لا هي تدعي ولا ما أدري وش لا بس اني انا لا 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 الحين وانا مصر انت مصر انا إن تونس وانا ليبيا اخوك من الجزائر مرحبا اخوك من المغرب مرحبا من ليبيا لا لا بس العيال ترى ما اسلم انت مصر على ماذا؟ انت ما تعرف القطاج مصر على ايش؟ ما تعرف على الحجاوي احنا شباب نعرف بعض يقول يا ابو طلال ايوه يقول انا يمني وري ارحب يا ابو طلال ارحب اخوك من السعوديه قطر اهلا اسلم اسلم يقول انا يمني صغير ايوه كنت اتابع الافلام السينمائيه ايه الافلام الرعب الرعب السينمائيه الرعب كنت صغير هو يقول هنا ايه هو يقول يقول الحين ما عاد داني لا شفت شيء يقول الحين لا شفت شيء اني اتحسس قلت صخوخه تعود مسخوف قلبك ترقاس ومخك زبادي حالتك مزري قال لا يستحن يعني لا يقول ما عاد داني يخاف اي تخاف مو باخاف يعني انقرف تنقرف من ايه؟ الدم والروع انت في قيلون قد وداني قد رحت انا ويا خالد بن علي الله يذكره بالخير مسي عليه من هذا العريش اي أيوة والله مسي عليه تعال ما عندك شيء رحنا للسينما رحنا للسينما يا ود ودي اروح للسينما هذي تكفى يا حمد بقول لك اسمع 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 ونروح للسينما الشاشه لا انتم خابرين وانا قاعد في جنبه والفيلم رعب انا ما دريت انه رعب الله يكرم فيك عنده تصوير وفيه رياجيل ونسوان يقعد انا ما دانيك تقعد وتجيب الكاميرا تخبر الكاميرا اللي تاتي من ورا باب وساعة تبطل باب بز واحدة في وجهك ايه ساعتي بز
أعقاب أنا الوحيد اللي يطول صوته معناه واحدثا عند كتفي من يسار مرة تشوف وش ربي يسوي في تضحكي لين تموت هملت الفيلم تضحكي لين تموت وانت هو المخرج هو سينما وكل شوي طلم في وجه واحد انا فاهي سينما ما في التلفزيون كيف السينما في التلفزيون سينما تعرف السينما ولا ما تعرف السينما لا بعد جيت ولا ادري شفت انت اللي جابها ما انت غير ما جيت انت بعدين كانت انا شلون شاقنا بعد البرنامج انهاء علاقة سلام عليكم السلام بس بروح بدور لي شباب لا علي تلقاني كذا ابتي ما درت عنك ابتي ما درت عنك ايوه شو طيبه تعال بقى اجي انت السينما لا والله بروح لها يا رجل ابى اختم الاشغال ذي اللي ابى العب بلاي ستيشن وابى اروح للسينما وابى اسافر تعرف تلعب بلاي ستيشن لا والله ما اعرف انا ما قرب ما اعرف العب يا اخوي جلطت البارح شفت الكرتون مع عامر منير احسب انه بلاي ستيشن بقيتهم له بوليفارد حاطيني فوق الكرتون بلاي ستيشن لازم حتى البوليفارد رحنا تعرف رحنا على من هذا المنبر انا اشتكي على عامر منير ليه جات مبادرته ما صحاني وانا موصيه ثلاث مرات من اربع لا والله جاي بقول لك شيء وانا اشتكي على عامر منير جايه واقول له ترى فارس السيد مستدعينا عشان نسجل عمل لا بدت المبادره ترى قال المبادره تسجل قلت هذولي لازم اسجل العمل ضروري يعني امر من امر مهم اي امر السلطه العليا السلطه العليا فدام انكم طلعتوا ما في صدوركم انا بطلع ما خلي بضارب ما في صدري يلا وقلت له قلت يا عامر تراني في وجهك انك تناديني قال تم انا وسيف ونروح وتبدا الفعاليه لها 10 دقائق ما دق علينا ولا كلمنا طيب واشوفكم شيء هقول وانهبل انا هقول لا اله الا الله على فارس قلت دق على الاعداد شوف شو وضعه كيف دقيت على فارس خليت انا عند فارس ايوه قلت له يدق على الاعداد ويدق على الاعداد قال المبادره بدات من ذا قلت انا عندك يا انا لازم لانه قال لنا عامر انه مشاركه كل واحد من اهله مقطع وكذا يا ولد انا جاني بيتين من منصور البيخار ومرتب الامور كل ابوها وعلى اللي برد وحضر مبادرته الحين ركبنا خلصت انت انا بطلع اللي في صدري انا بطلع اللي في صدري لا ما بعلك كيف انا بس جاني رساله بشوفها تدري ايش قال عنك وعن محمد قال والله انهم مساكين وعلى الرمام انهم تعبانين طيب اول شيء منهم النصيحه والله الشاده اول شيء كلامه هذا ما نقبله مردود عليه قل لا اله الا الله لا اله الا الله اول شيء سفراء وقف رياجيل لنا مكانتنا في الدوله نعم وقف برنامج البرنامج الغبي السبك اللي بيدق شطرنج يلبي تعال طلعت الشطرنج يلبي يا قبلة البزنس كل بوها وش بزين اذبحني يلا تعال فلاح انت متاكد ان عايض وش اسمه وعيد ما يتابعون البرنامج لا ما يتابعون من اللي ضبطك انا جاي كفال فلاح خذيت والله حد ربك ما يتابعونا ما عندي حلالك بحث يا رجل شوف الفراشه اللي حقوني لي شوف الفراشه لا 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 ما بعلك كيف كنت معنا يا رجل بحث اللي في اخر التيشيرت اسلم يلا اسلم يا رجل بحقي ما تسلم يا رجال سالفه الرجال يا ولد سالفه جيتوا لنا على ظهر السالفه يا ابو فراج ايش يا طلب اول شيء كلام عامر بن منير مردود عليه فعلا صح نعم رجال لنا مكانتنا في الدوله نعم ولنا مكانتنا في البرنامج نعم سفير وقف ما نبسي من قدامها سفير مراجل ونعم ما بنت لحالك ما بنت لحالك تسمع اول شيء النقد الجنافي امر قعدنا كل خلني وقت المبادره الساعه 3 محششين في سالفه يا اي الرجال يسول انت تسولف اسف صوتي على السايلنت ولا وش محمد ما رجع اصبر اليوم انا ودك تهدى المبادره الساعه 3 الفجر ليه الساعه 3 سحور مبادره سحور ثلاثة شيء ثاني اعتذاري مو بالعمل بمنير اعتذاري لامي عواطف بنت علي جرب لي طوع مرسلت لي هديه ومرسلت لي الامور كل بها والله العظيم انا بشال الهم كون امي عواطف يقول ان امي مطشكه تقصد اليوم البارح اي خلنا اقدم احنا مصيله ابشر ياما لا كان ما رقت اصبر ابشر ياما سفير الوقف وسفير مراجل يقدم لي اعتذاره من هذا المنبر لان شمطرشه اللي هديه والله نردها لك ان شاء الله بالافراح ولدش صح انش ان شاء الله رب
اعطيك اياها والله بعطيك. لا والله يا ابنك سمير المراجل والوقت تكلم بعد الوليد معي يا هات النظر في ظهر سالفه في ظهر سالفه يا اخي قاعدين نسري في السالفه ايش فهمت اسلم وانا والله ما نتعذر كون للي حسبه امي الله يبيض وجهش بما اني سفير الوقف وسفير المراجل اخي وليد البحيث بعد يتعذر منش يعني يتعذر منش مو يتعذر من ولدش البلا منه هو اللي يالها العرب وهو اللي اخر المبادره هو اللي خلى يرقد وايه وحنا نبغي نستانس نبغي نلعب مع المسلمين ونبغي نشوف بما اني سفير الوقف وسفير المراجل انا وليد البحيث نعتذر من 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 من, من, من ام عواطف انها ما حضرنا مبادره ولدها ام عواطف بنت علي بنت علي أيه. ولا ولدها ولا لا يستاهل احد يتعذر منه ولا غير فين ما معك واحد ما قعدت تموت ما جاي معك واحد ما قعدت تسبي ما سالفه ما جت والله ما جت ما اجيبها شو لك والله ما اجيبها ما كذا على ظهر صار على ظهر لا 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 يا اخي الحمد لله صار ابوي ولا ولين علي لا يا عيال لزه الشيطان هذا على وجهي قال انا ميت قلت شويه بترد يا بلاش ما تسلم علي لا قلت لها انت حضرت قلت لهم يا عواطف انت حضرت شو اسمي بها حضرت قال لا قلت لا انت حضرت يلا سلم وش حضرت اي حضرتها ولعبت ما تسلم علي اكذب عليك والله اني راقد والله اني راقد طخ يدي طقني طيب وش رايك تعيد مبادرتك لا مو بعرف مسلسل شوف انا والله ودي اتوطى في بطنك بس اني قريت رسالتك اجي لا حرق ابو مشاق ترى يا موسى يلا اجي اسالك انت شاطر يا انت شايب وانا يطيح شايب الهاص لا يطيح اكت الهاص قطاعه بشر ابو ناصر طاح اول الاقي على جرت يدهم خميت نبغى شوف 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 انا دقيقه خلاص ليه دقيقة خلنا لين نعلق بعدين تجي الحقوق. أنا بانا كرتو. حقول. جست الشباب. أنا وياك اللي نامر وننهي هنا ونعطي حقوق ونصير مقطع حق. اللي عنده مشكلة. آه. وسفير الوقف. لا لا سفير الوقف. لا لا لا. أنا أدري. لا ما أعرف. والله ما لها دخل. لها أسبوع أنا مسميها جست الشباب. تعال اجلس في طهمجه ها معاك بجلس فيها بس معاها تعال ما تعال ايش قصدك تسقط على طهمجه وفريق قدام معاك احنا على ظهر سالفه وفريق قدام ايش دخل فريق قدام فريق قدامي اللي جايبينه واهلي اسقط على طهمجه اهلي اللي جايبينه وفريق قدامي جالسه سامجه يلا ايش عندك اهلي جايبينه وفريق قدامي الجالسه سامجه ايش عندك يلا العظيم قاعد تسقط اسقط عليك اسقط على اشكالك والله والله لا امسك لا اصغر اطلب لي الكيس ها انت يلا اترك انت ادخل الكيس انت لا يهزكم الشيطان ولا ادري انه حريص صلوا على النبي صلوا على النبي بما انهم يقولون احنا على ظهر سالفه ها ظهر السالفه نفسها ذا في فقرات فهمت فبنص السالفه سوي فقره ترى عادي ما في مشكله ستحاسب عليه ها وصل اضحك اضحك يا ولد الله يهديك كيوت حنا تبي تقوم عشان تقول شو طعمه جاي الحين فقره تاريخ يا اخي لا ما قلت كذا قلت تعالوا حولوا جلسة طامجة ما قلت هي بيجلس تعال 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 وش قال قال يلا تعالوا حولوا طامجة ها بزيرين احنا عندك تعالوا حولوا طامجة اسمع اسمع اطفال احنا عندك لا تحندر 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 انت وياه عشان والله غز عيونك راني حاشمك عشان امك رحمه ما كل عيونهم راني حاشمك عشان امك رحمه ثاني شيء عشان السفارة ها اول شيء عشان امك ثاني شيء عشان السفارة ما شاء الله مايد ولكن خليت قطيتك برا تغير يا مايد ليه؟ والله خالتي رحمة والله اني لامسكك اسمعوا عانا حق القهوة مسمار القهوة صدق عود عبيدي وهبك في القهوة ايه واخليك تتغلغل ايوه في القاعة مع البن تلعب
تعب البن تعب البن نبتة البن وخليك التراب اللي ما حط فيه. يا شباب انتوا اللي فاهمين ايش هي صوت. اقول السلام عليكم كيفكم؟ قول كيفكم؟ اسقاطة ما تعب ما تعبوا تمشون يا اخوي الشخصي ما ادري ايش اسمه ما تعب تمشون انت وياه عديها يلا ولا عدى يا اخوي لو اني اجيب العيد يا اخوي ابن الذين انت تحاول تحل شيء صدق والله والله نسيت تخيل قول 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 اه اسقاطة انا ما عرفتهم زي الخبر روح والله يا ابو منير والله اصدق تعاملنا ولا تعاملنا انت حتى هنا بيكم برضه حركه يا ريقي خلص يا عامر ايش يا عامر بقعد شل وينهم ها قلت ايش قلت وين وينهم عامر 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 بالله سرع العب بالله سرع سرع ما يلعب بالله سرع ما بالله سرع اجل حلاك بالله حسبنا ياخذ السرع يا حسن يا كابتن ولد محمد ناصر وين حكم حكم شفت خلاص شفت انا داري والله ان بيقعد تعال اتسارق نظارتي من يوم واحد يوم دخلنا ما جبتها للحين هذا ذيبان يطلب مني شيء اعطيه ابو طلال يستاهل انا جيت عاد والله يسلمني شروق نظاره سمسم فشخ راح يقلها امام ما ورد يصير ما في غير سرق نظارات اي والله انها انفشخت وانسرقت انا ابي اقرا الكلام بس امنت معاه سلمني يا بحيح سلم بالله تعال يا ولد لا ناوي خليه يسلمني على شخص لو سمحتوا تفضل اسلم يا ابو بسم الله الله عليك قلنا ما الغوريلا والفيل كلهم ما يجون هنا ما يجون قوم والله ما تعرفونها صح اوكي توهم يعرفونها محمد سنتر ما اعرفها الا مني محمد سنتر علموني انا اللي معلمك لا 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 عبود انا اللي معلمك والله انا اللي معلمك يا فيصل يلا يا شباب تعال 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 انا تعال تعال ولد ولد واحد انا شوف 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 الله يا عيال ارقد يا عيال بالله يا عيال يا عيال اسلم اسلم يا اخوي لا ما في اسلم صوتك احبس يا عود يا دور خربوا جلستنا يا دور انت وياه شباب معاك شوف اوه ايش فيهم بالله هديه يا رجل بس اعطونا دقيقه قدم خاص يلا دقيقه اسلم هذه هديه من امي عواطف بنت علي مو بنت علي على كيف مين يا ولد صاحي لان امي بنت علي خلاص. طيب لا بنت نجر لا لا والله يا ولد ما ما بنت نجر مو على كيفك بنت نجر بنت نجر ابن تقول امي عواطف محمد بن ناصر سفير الوقف والمراجل صاحب الابتسامه الجميله صديق وليد البحر مميز وحضور مميز وصاحب نفس طويل نجم جسر البزنس مالك الدويق الله يجعلنا مدان ما اعطتني عود داروني تعال عود لا خله ابك عود اجلس شيبان 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 قم قم شيبان عيال بروحي يا شيبان اجلس 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 يا عيال لا والله عود يا الحبيب اصبر خليني شيبان يا عيال لا حد يشرع يا عيال هذا رب هذا خلنا وليدي اسلم يا وليد ابو 500 اسلم وليد البحيح ابو 500 بس اي اليوم 500 حاسدني 500 ما اخذها بدراعي اقرا ورقه صوتك تقول لي ليه نقاط ما اخذها بدراعي لا احسد احد بالعكس اقرا ورقه صوتك اسلم انا بروحي سالم من مكتوب والله لا والله مكتوب امي عواطف على كيف من هذا صاحي يا بنت نجد الله يرحمه امي عواطف بنت ناحي يقول وين اسمع امي هذا وين بنت ناحي انا بروحي اسمع المتسابقين انت نجم ومبدع بس خف يدك شوي على نجمنا الغالي عامر فارك توفي داقن على امك تشتكي انت لا والله ما اشتكي لا عشان امي عواطف عشان امي عواطف اشتكيت والله عشان امي عواطف والله ما اشتكيت ليه وش دراها؟ ما ادري وش دراها؟ انت يعني انت ضربني قدام ملايين الاشخاص دراها يعني امك تتابع عشان امي عواطف امك تتابع لا والله الله يخليها لك الله يخليها لك يا ابو يا ابو منير ان شاء الله اللهم يرزقك برها وهذه لجونا الضيفان في جلساتنا ولما ولما يا ابو كريم الضيفان اخذها وحطها في غرفتها خلته قدر خلته ابو كريم الضيفان يا ولد ولما يا عيال اسمع قولوا امين قولوا امين قولوا امين ان الله يطول بعمر امنا عواطف اللهم امين قولوا امين الله يعدل ان الله يطول بعمار امهاتنا جميعا يا ابو طيب بقول هم قولوا امين ابو لي اقول امين زادنا ابو لي اقول امين طيب قول امين سعود خلاص تخيلني على جزء الله يوفقك كمان في شواطئ ميامي يلا يا عامر عامر كيف عرفت اللي جاي من الديره؟ ايه نفس وليد كيف عرفت الشاعر اي شيء؟ كيف عرفت الديره؟
كيف عرفت ان الجلسه صارت مع بابا؟ بعدين ما حضرت مبادره 7000 ما حضرت مبادره عامر. طيب احس ما لها سنه يعني شوي احس ما لها سنه يا اخي شاعر تقول احس ما احس ما لها سنه ولا شيء. عامر ما ادري ايش يقول كل شيء علشان سفرت الوقت. لا 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 فلاح شنو؟ لا تسوي خوي، روح سبوره. فلاح انت لازم تشارك كل شيء. لبيه. لا اصغر ايدي ما بشيل ابغى اشيل انا جاي انا ابو فلاح ايش دخل فيه؟ لا لا اشارك شو بشارك فيه؟ اشارك فيش انا؟ ايش تبي؟ واحد اثنين ثلاثة سبعة في الجسم معك خطاط بجيب الخطاط وبحط الجسم واعلم كلامي. ها اقعد يا ولد انتم على امكم تمام اقعد تهرج الوقف اي بهرج الوقف خلاص اوكي ها اسمع هرج وهرج وانت راسك مثل راس الندوس يا رجل اخرس هذه والله بعست الجو ها لا تفضل يا احمد يلا انا قايل لكم اني انا بما اني انا ماسك سرير الوقف اني بسوي شيء انتم ما قد سويتوه فلذلك انا بتكلم عن الوقف فوق الوحد لا 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 اكتب عليه يا ابو التصاميم الله يخوف علشان تدرون شوف اللي معاه سكر من خبره يطيح ما يفقد عقله شو يبدا من دقيقه هذا صديقي سفير الوقت طبعا محمد بن ناصر هو طيب خلني اتكلم انا انسان لست بين معه كل ما ندى درب براسي راح الحق راح الجاي انا انسان ما اعرف انا لا 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 انا مو تصميم اسلم يا شيخ التصميم انا اسد منك في السماء وانت تسد مني في الارض انت في السماء وانا في الارض نعم يا جماعه صلوا على النبي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تصدق ولو بشق تمره وحن اليوم اللهم لك الحمد الفلوس زايده ونصرف يوميا اكثر قول من 300 ريال الوقف السهم الواحد على 150 ريال فنتمنى منكم ومن المشاهدين فعامر فنتمنى منكم ومن المشاهدين التبرع في هذا الوقف العظيم اللي ان شاء الله نحن تعدينا اكثر من النص وان شاء الله نحن بنقفله خلال الاسابيع الجايه باذن الله الصدقه لها فضائل كبيره من فضائلها انها تطفي غضب الرب ان الصدقه تطفي غضب الرب وانها تبارك في الرزق تو يا شباب وليد وانها تبارك في الرزق وانها تبارك في العيال ابو ناصر اسال الله لي ولكم اجر الصدقه تكفى بتطيحني تكفى يا وليد تكفى وليد لا تكفى والله لا اطيح تكفى بعد باقي من عقلك الا شوي حول لا والله لا حول اصبر يلا حول تكفى بتكلم عن الصدقه تكفى والله لا حول يلا عشان اذا والله العظيم اتكلم لكم هنا هو في السماء وانا في لا 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 تهزني واطيح وانتم تبكي بتكلم معلش من قال لك اني ببكي تكفى يا من قال لي ببكي خمس دقائق يتكلم ترى خلاص الله يرحمك يلا خليك ثابت خليني اشوف ترى يوم لا وليد تكفى وليد الله يلعن شكلك وليد والله لا طيح وليد تكفى والله لا طيح تكفى زين اسمعني بقول لك شيء يعني تبحث عن حدث ما بعد مر في التاريخ ابغى اسوي شيء انت ما قد سويته ابغاك تطيح من سفير وقف لا 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 انا اول سفير وقف يتحدث عن الوقف فوق الجدار هذا توني اول يوم
انت محتر لاني انا متفوق عليك في سوارتك. تعال يا بكره بيتكلم فوق الخيل. الله يطول. وليه عامر اذا ما احترمت اذا ما احترمت انت تبارك معلق ذا الحين وفيها نظام العجوز اللي تشوف كونغرس. انا اتكلم عن الوقت. تكلم انت جالس تتكلم عنها. انا عقد جلسه خاصه بتتكلم عن الوقت دامك فوت انصح اللي برا دام ينصح اللي داخل. هذا مهارك وانصح اللي هناك. يعني ما تبغوني اتكلم؟ لا انا ما مش عارف. روح مع جواتي اللي كان جواتي. اسمع بلش ما يدري كيف ينحى يقول كذا في التلفزيون. بلش بيشوفوني بيشوفوني. عم فلاح فلاح اولى فلاح تكفى. ايه تكفى يا فلاح. لعبك الكشنه سفير يلعن جدي. دقيقه دقيقه يا اخوي دقيقه. شالو الله يقطع. طرحته كذا على راسه. طبعا اخوي محمد ناصر الابيض وجهه. شالو ردها اهم شيء. دقيت الشغله. شالو دقيت الشغله. روح 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 يا عم ممثل صار. جيب استعند جدو يا ولد. قال استعند فراج هدو. اسلم يا معاذ. حول تعالي ابو ناصر. سعد سعد سعد. اقدر انزل اقدر انزل. انا فلان يقوم صوايتك. اقدر انزل والله. مين اساعدك؟ ها مين اساعد؟ تجي محول. لا بس استلم كذا. ابو ناصر ابو ناصر ابو ناصر استلم كذا فهمت وادربك. ايش رايك؟ انا بتكلم عن الصدقه ولا علم الحين. يلا والله ما يحترمون الصدقه ولا يحترمون. اي والله حتى لو والله ان شاء الله تضامن معك ارقى فوق. والله فيكم والله انت جوز. ماجد ماجد الشهري قسما بالله فيك انت ومحمد سراج وحمد الاكلوبي. والله فيكم قسما بالله. حتى موسى الفيفي اللي كان يقول اقدر لك في حياتك وبعد لا لا كيف يا هرجع اي مكان ابغي قوم شغل حرب على كويس. دخلنا احنا لا لا انت تضرب ماجد. تخرب علينا سكت. تخرب علينا السفراء ما تسمعون كلام يا رجال. محمد لا يوصل ما علشان تدري جزيتون الله يقلاكم. اخلص اذا في كلمات اخلص انصح كل طرف اخلص. هذا شيء عظيم. اي ما طمرتوا انا قلت لكم ابو ناصر جاي. والله لا شيء ما سويت. لو سمحت ابو ناصر جاي. ابد لا بسوتر جاي. لا لا ابد عويس بطمر ودفني برجلي. يا محمد انت تكلمت لكن لا يفيد الكلام. انا والله اطالب من هذا المنبر بالتعامل مع ماجد ومع حمد ومع عامر ومع محمد مع موسى يوم انك مع. ما في حياه. حاجه اسمعني تاخذها في ذمتك انت وياها اني ما سكت وسمعت لك تاخذها في ذمتك. اي انكتم انكتم خله ينكتم. اي انكتم يا مجد خليه يتكلم. اسمع حشرت لك بزاويه. ها ايوه بتكلم. يقول اسمع ما خليها تتكلم. ها تتكلم انت الحين فوق بتنصح صح؟ اي الله يجزيك خير. كم يبالك تنصح؟ الحين دقيقه هون خلص وتعال هنا. خلص تعال هنا. ناصر ماجد 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 خليني اتكلم ولا اقول ينزل؟ اذا خليني اتكلم ولا اقول ينزل؟ اعطيك على اذنك انت وياه. يلا عطنا عطنا عطني الدرج. عطني الدرج عطني الدرج. خلي العود يتكلم. لا ثاني ود ود يمين ود يمين. شوي ماله ماله ماله. طيب طيب صلوا. انا 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 عني اما ذا الحين بقول انا بقول تصدق ولو بشق تمره وعيشوا يومكم وانبسطوا. لكن انا اطالب من هذا المنبر مثل ما طالب يا عبد الله. انا جايب لك تكفى طول اليوم. ساكت والله تولد تولد اوكي ولدي. انا اطالب اني انا اطالب اني انا تحبوني وانا احبكم. ماجد
يا ولد اعطينا نظاره يا ولد بالله عندي فكره لا ما انا بفكر قبلنا قبلنا لا 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 عندي فكره لا تجي عشان هبكم النظاره خلاص يلا يلا امد يا ولد بس افكار فيصل بيت الله انها اول ما جيت هنا انا كانت مزيه منها وكنا نسولف ناخذ عراحه جيت وخربتها عادي يلا احنا كنا نسولف ناخذ راحتنا تجي انت تخربها وين المشكله الربع فيصل انا تعبوني كل ما زعل جزء جيت عادي انت وجهك تنقز كانك كانك ارنب نريد حتى النظاره ما عليك يلا يا شباب بسم الله قام على طول ابغى اصير عندك افكار اعطيت عامل منير اللي خلاص عنده فكره هو يا ابو منير هذا استاهل دخلت يا عواطف والله استاهل سهل الطيب يا ولد عواطف اعطي قم اعطي النظاره لحظه طقمك طالع خايس اوه نفس اللون يعني خايس لا قلت لي ليش طلع خايس؟ نظره ماجد اكيد خايس ما يجمع عنده شيء خايس لا تضحك ابراهيم طلع طقمك كويس طلع وجهه كويس وجهه حتى ما ادخل به خلونا شو اسمه هذا تشليح خلونا نسولف والله صدق اعطونا علومكم ايه وصلت فيفا لا اسمعكم كان ودك بالبشره كذا بدون سنون عرف انه قد والله طقمك خايس بكل الحالتين يا موسى والله انت خايس اصلا انت وطقمك الله يبيض وجه فريق دعمك اللي اعطاك الله يجزاهم خير انهم نفسوك وغيروا من ستايلك قلت كنت اسود في اسود لا شفتك احس بكآبه اسود في اسود كامل احس بسوء المنقلب مغيب قاتل منقلب سوء المنقلب ها مو سوء دقيقة والله برضو باقي خائز لا يا اخي يلا معك وقت تروح تبدل جابوا له فريق شوف اسمع جابوا له فريق تروح يبدل اسمع حمد جابوا له فريق دعمه طقم الا لازم يلبس اسود غبي انت قالوا لك اسود انسى انت غبي يا اخي غبي تبدل يلا يلا ما تفهم انت عايد غير غير ايش رايك والله انت علق باللاعب ذا اللي في كل لفه شجره بن اللي خلاها استحل القريه هدي الحبيب حتى حاطها فوق راسه اوه شعرك معناها راح اسمع اسمع شو اسمع اي ماجد احط حتى عند السرير كل واحد يحط شجره بن لا لا شوف موسى موسى وانا بعد روايحكم المخيسه انا عندي ابى احط بن اقسم بالله انا جهدك المشكلة حاطين سيرة اسمع جابوا لك تيشيرت وجابوا لك سروال بنطلون تغير من الاسود ذي طقم مع وجهك عطى كلام فيفي رد عليه كلام فيفي رد عليه كلام فيفي والله ام عواطف غالي علينا غصب عنك كلام فيفي بس انت تخسر غصب عنك رد عليه هو كلام فيفي هو جابوا له طقم يا محلى صاير تطور اللعبة انه يلبس لبس ابغى ارقد تعلمني خلاص هم كذا هم الكلمة تاخذ سبع ثواني لا علمني خلص تكفى يا ماجد الكلمة سبع ثواني سريع ماجد ليش تركز ماجد كلمة بس ماجد انت تقول 17 كلمة علمني خلص 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 ابشر قوم عامر عامر قوم قوم الحمد لله قوم انت طقمك خايس قوم على طاري المدرسة يا رايا جيل ما حد جاب طاري المدرسة احنا جالسين المدرسة ما حد جاب طاري المدرسة لحظة حتى ما هو وقت مدرسة ندري يا ماجد انك تبي تفتح موضوع بس احنا ما حد جاب طاري المدرسة خلني قلت مدرسة ايه قال موسى موسى خريج لا صدق صدق قلت مدرسة 34 ما باخذ ذمتي اذا باخذ ذمتي ما خلاص خلاص مش 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 ايوه ايش وضع المدرسة ايش وضع المدرسة مش يا غلط حدة الله ما يسلي خاطري على حسين الذيب والله ما يسلي خاطري لا تحت السحايب ما فيها تعال يا عامر منير تعال ايش تبغى تعال هات جاهز عندك سالفه تعال ايش تعال شنو الديب تعرفه؟ سال اي خشيم الديب تعرفه؟ خشيم الديب سد بوزو خشيم الديب عتيبن وش عتيبن وش عتيبن جايب لي شيء جايب لي شيء من بيشه بعرفه؟ لا صدق ما راح اعرفه غبي انت في ما هي بغراض يا اخي شوف شوف كلامنا يختلف عن كلامكم شيء بسيط هي تراثنا لا مو بتراثنا القادم فيه اختلافات واجد واحد على طال المنسى يا شباب يا زي الحين موسى لو تكلم كلام عندهم ما فهمته انا اتكلم كلام عندي ما يفهمه هو ليش مسوي بتحشر لي؟ لا انا افهم كلامه كنت افهم كلامه يلا اسمع هي نفسها على طار المدرسه شوف شوف اسمع الوعبات والله ما يشاف الا على طار المدرسه يا عامر جبل لا لا شيء شيء لا شيء الوعبه 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 عكه ها؟ عكه عكه وش؟ تبي لي كذا من بيش بعد؟ لا سحلة سحلة اسمع عامر عامر هي نفسها على طار المدرسه بس ما فهمت استسلم استسلم ديها استسلم استسلم اقول لك اصبر اصبر اربع انتم محاصرين كلكم انا باقي نفذ الحكم اللبس يا عيال عيال ولد الشيخ جملوه ايه
استسلم. تكفى يا طلال شوف ولد. ارتبك. لا ترميني. تكفى يا طلال. ارتبك. لا ترميني. يا عيال يا عيال. خلاص. الولد 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 اسمع اسمع. الولد مضطهد يعطوه على جوه. مطول. اسمع. مطول من اهله مطول من اهله. وش عندك؟ تكفى لا تذبحني. اقول ما اذبحك. لا تذبحني. علمني. فيصل. لا تذبحني. فيصل. سوي تواضع عشان يفكك. اقعد. اقعد عندي وكل برتقال زي جسدي في دمشقوح حلب. ارفع يدك فوق وانت اجلس 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 قم اقعد اجلس على قصده اقعد اسجد عطر قصيده يا عيال ابوه والله انه مكلم وليد يقول تكفون عطوه يا ابوه والله سمعت عليك عشان خاطر ابو عطر يا الله قصيده وش يدز وانت مرتبك بسرعه لا 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 ما انا مرتبك القصيده ما تصلح انا مرتبك قالها وانت منزل يدك يلا ليه نزل يدك اكبر فخر فوق الارض ان خوال الرسول سلام واطيب مثل المفاخر ماسكين ارسنه سلام حنا اعتيب اهلي شفنا المنافس تقول لنا عن البنا الاشكر والعويدي سنه سلام صفقه اهلكم يسالون يا عتيب دعني والله ما ابكيك ما عليك زوج دعني والله ما ابكيك اسمع انت لا لا تبغى غزل ولا ابي تعطينا سالفه المدرسه حتى المدرسه اسمعني سالفه المدرسه يلا السالفه ذي اول ابتدائي اسمع لا تطول السالفه اول ابتدائي اول ابتدائي بعلمك ليه بعلمك ليه اذكرها عن خيرها بعلمك ليه اذكرها انا كنت في المدرسه لا تطول لا تطول ولا تجبعها لا تجيبها لا هناك صيده انا مسؤوليتي مجبع يا طويل العمر سلامه انا وين درست؟ وين درست؟ وين ما ندري في واعر في النجم في واعر واعر يلا روح في واعر قريه قريبه من ديشه ايوه دياره اشهراء المهم انا على كنت في الخميس دايركت حولنا على واعر يا الله بعدها رحت النيل فهمت تشكيل مدارس والله صدق لا الخميس ما درست باقي اشغلي ها سعيرن كيوت سعيرن كيوت حلو المهم كيوت يوم كنت صغير ايوه انا كيوت حتى الحين نكف اي طيب حلو قبل العرض الحر اني كفو كيوت كفو يقول والله اني كيوت اني كفو كيوت على مغانم هو يحسبك تقول بعد كيوت يقول معك صوره اسمه كفو يحسبنا ترى انت شفت وقالوا بندرسك في واعر طبعا ايش ما عارف ما في ولا واحد بشيري كلهم شهرين بشيري فيه يمكن اربعه خمسه جهز اجيك يا طويل العمر السلامه ويجي ابوي الله يبيحك هذا الشيخ ايش يسوي وليد يجي يبغى ينزلني في المدرسه سوي ابتدائي يسوي كذا ويعطيني 3 ريال يا عود 3 ريال اسلم حول يمينا اسلم من عليك منه يمينا 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 يا عود والله ابوه داخل عليك يقول جمله عطوه على جوه خلص اسلم يا طويل العمر سلام ويجي يبغى ينزلني في المدرسه اول ابتدائي ويعلمني قام يا حبيبي الكلام انا مستانس في الشنطه اول ما فتحت الباب تدرون ما لقيت الله يشفيهم يعافيهم ولا يبتلون الفكريه فكريه هم فكريه اسمهم الا يقولون لهم الفكريه فكريه مدرسه لا مدرسه فكريه يا معتوب هي ايش اسمهم مدرسين لا هم مدرسين يا مسلم مكفوفين لا اللي هم مكفوفين ذوي الهمم ذوي الهمم ذوي الهمم ذوي الهمم لبك يا ابنك طيب قول قول المهم انا نزلت كذا مش تحت الباب يوم التفت اللي هم توي منتظرين يقولون انت جايبك معاهم هم في نفس المدرسه اللي هم قسم يقول ربك على النعمه ربك على لهم مدارس خاصه لا تمثل انت صغير حتى ما ركبت قدام حد نزلت ما يحتاج تجلد لا تغيير لا تغيير كم مسافة ركبت الشنطة اللي ورا ركبت الشنطة اللي ورا ركبت في الشنطة اللي ورا دق ما دقت يا كلب دق بقعه اسقط عليه سفين الوقف اسلم اسلم انت شفت وارجع ابكي وزنيته وهو يرد المخباء الله يبيح منه يعطيني 5 ريال كم عندي 8 ام الوناصح بنزل الحين بنزل وينزلني تعال ما عليك
الا واحد طالع من الشباب قال خذه صديقك اعطوك صديقك وانا اجيك عادي براسي اسير شنطه اكبر مني كاسر تنظاري لحد الان ما تعصبت ولا عندكم علم اسلام لا طقك طق اجلس تعال بسرعه تعال حبيبي تعال الا والشنطه اكبر مني الزبده وانا بذمتك التنس لا بعطيك اياها ليه دق الغلوقه هو طامن ليه دق الغلوقه وانت حط اصبع وانا اجيك اقول عنه السلامه وانا ادخل اسمع ذاك اليوم كرهت المدرسه ذاك اليوم كرهت المدرسه لا خليك تكره قريه البزنس اسلم ما عليك من هالرجال اللي عند سالفه السلامه وادخل وادخل واسلم من حقين الفكريه ايه يضحكون ذوي الهمم ذوي الهمم ذوي الهمم يا مسلم ولا تقلد سد بنك يسحبون الشنطه مدري ايش ماسك العبره طالع وامشي وادخل واحضر الحصه الاولى الله يجعل البرد ينفض عظامك ما زلت تقدر تدفع طق اسالف ابها علي اسالف اسالف انطق اسالف امي في ظهر سالفه بخلص منها وبنجي ما خلوني عال اسلم 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 اقعد ادويا اسمع صوت اسلم الله يجعلك بالطير اللي ياخذك عندك المايك عندك المايك المهم يا طويل العمر السلامه يسحبون شنطتي وانا اروح واحضر الحصه الاولى الحصه الثانيه المهم طلعنا فسحه حلو واروح اخذ لي عصير منجو واخذ لي فطيره اصلا وجودكم عندي ما زي الاكواب ذي واخذ لي عصير منجو وفطيره عصير منجو عصير منجو حي العين حي العين يا المنجو خياتك يا خياتك شوف ايش في بال ها سالم يا الشاهد يا طويل عمر السلام الله يك شيل فمك خلاص خلاص يا فله يا طويل عمر السلام نشاط مليون بدرس شنطه اكبر مني تعال يا وانا اخذ الشنطه وانزل الشنطه اكبر مني استانس يوم التفت الذكريه توي لا عليك ها اسمع الا الفكريه توي ذو الهمه ذو الهمه الا يتصفط وجهي ابكي ارد ارجع الموتر اركب الليفت بلي ورا ما يبلي كنت راكب يا قدام يا ولد لو يجيبوني انزل ما عليك حبيبي دفني بخمسه ريال صار عندي ثمانيه ريال وانا انزل وناسه ينادي واحد من الشباب قال خذها معك وانا اجيك يا طويل العمر السلام واخذها معي اخذها معي ياخذني معه ونحاضر الحصص الاولى والثانيه عرض العلبه بكريه طع مخمس اسحب ذي تصبر يا ام جات الفسحه وانا اشتري لي منجو يا رياجيل وعدس خبز وسندويتش وعدس والله عدس اي والله امي يا ام افطرت على طلعه المدير هنا المدير ذا احسب انه يقطع الراس على طلعه مدير المدرسه واجيك اقسم بالله يقول لازم مدير المدرسه يقطع الراس من كثر الدم اسمع وادف في المنجو بالغلط برجلي وهو يندفق العصير على قبالة المدير قلت هذا والله اول يوم شوف الصلاه الا ويجي ما يندفق ذا انا قاعد كذا ابكي الدموع بتحول يا ليله اقسم بالله من يدفقه انا استاذ انا استاذ شوف يا استاذ انا قال قم ما ادري ايش اسم العامل نادى ظني والله ما ادري ايش اسم العامل هو يصيح في العامل تعال جيب له المنشفه حسب انه يقول بنشنقه والله الذي لا اله الا هو انه يقول بنشنقه حسب انه يقول بنشنقه خلاص دفق نعمه حسب يقول بنشنقه واجيك يا طويل العمر السلامه وانا اقوم اقسم بالله انا اخر مره تكفى يا استاذ تكفى قلت متقط من فيه حبه مدرس عندي قول ولا عدا اكيد ان بنحطه معه ذوي الهمه هناك هذا غلط جايين هنا بدع القمي ابكي وانا اقص للمشي يوم جاتك هاك مسح قلت له شو؟ قال مسح العصير بس
والله اني امسح والله اني طول المسحه وانا امسح ورشمه وين شوك حالتي حاله يا ولد عشان العويسي ترى المدرسه اوريك محمد سراج اوريك في العرجاني والمري دواك عندي يا عود حتى دداس اللي معدي موجود صاير كنترول ما عنده الزحمان اللي اول تحول خلاص لا حلو انا يا شويه اسمعني هاد شوف اسمع شوف ما تدري من يطلع لك تلقى بالثقيل ما تدري من وين اطلع لك فهمت شوف انا توك الحين توك عين بي عين بي سفير وقف سفير مراجل عين بي توك انا الحين ها طيب شوف شوف ايدي شوف ايدي شفت وين جيت شفت ما تدري من يطلع لك ما شاء الله والله ما تدري شوف شوف طلع لك من حيث لا تحتسب طف طف مد يدك علي شوف من وين اسوي شفت شفت جبت العرقان شفت هذا انتبه 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 سفير وقف انتبه زين كذا شوف اوف حقوق ماجد وفيصل ماجد فيصل فيصل يا فيصل فيصل هناك طاف اخوي يتكلم انت ما حصلت شيء ابو ناصر ها امك سبب سخك اخلص دقيقه الحين ليش ما تحط فيه صابون مره واحده وش اسم امك صابون والله منظف دقيقه وش اسم امك انت امك سبب ايش اسمك يلا خليني اجيب العصا زبد الله يخلف عليها يخلف عليه الله يخليك ليه لا 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 ليه لا يا ابوك ليه والله انت ضرب والله انت اضرب ما ادري ايش لا تهاي طيب والله انت اضرب لا تهاي طيب على الحرام لا خليك تكح لا تهاي لا تهاي طيب خلاص نزل لي نزل لي اهلك ما ارسلوك هنا عشان تفشلهم تلعب ذم مسدسات الماء يا ودي غد رجال انت خلاص المال اللي فيه انطلع غد رجال خلاص برم برم الله يخلف على حالك إنا لله وإنا إليه راجعون سولف علي خلص طيب سولف علي شو أقول سولف سولف أكذب 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 كل يوم أنت أكذب تعال 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 انت اكثر واحد يمثل هنا انه رجال تعال تعال الباقي
حتى الدور ما يجدونه تمام. البارح جدك يا حال بالعزوي رب الدليل واليوم جيت تدور حياك فيني لا بدا يحرم علي معاشر الخفرات لا وانا علي كان ما خليت يوقعي ما ادري ايش قال له خايب صدى انت رفيق صاير ابوك انا بالله مثل السحاب المنزل ينصب بحيقاعه انا شفتك عقب الرجعه صاير خلاص من امن العقوبه سالته شي لا لا سلمت انا من الاستلام يلا 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 سلام. سكيب لا لا مو سكيب سلمت من الاستلام وش عاد ورا الاستبعاد وش عاد ورا الاستبعاد يا فلاح استوت معي يقول احذروا شر العائدين من الموت نعم لا نعم نعم يا ولد خلاص يا ولد اسمع يا ولد في في نسانيس العصر وسراج وش يدنا بتسولف سوالف الفلسفية هو يلا يسولف وانت تكلمه بكذا طيب اثبت لك انها انها عكس اللي تقول تقدر تفلسف عليه اثبت لك انها غبي والله هذا من الاشخاص اللي ما يحتاج تفلسف طيب ابو سراج ماذا لو كنت ماذا لو كنت ترى ما يدش معنا ماذا لو كنت اخطبوط ماذا لو كنت مهمك اللي تسوي يعني. اول شيء بمشط الشنبه كان بقى اصفق هالبحر كله المودع 50 يد عندي شوي الحين يا رجال سلم حيهم ما سلم هذا السفير صاحب السفاره الغريبه اللي خرج على المألوف لا تخاف تعال سفير يقعد جنب المؤخفت امدحوك العيال قال جوك بطل وقمت تحوس ام الشغله والسوالف ليه تمدحوني طيب ها ليه تمدحوني ما بعلك كيفك ليه تمدحني طيب ما بعلك انا مضطهد مضطهد لا مضطهد الحين عامر ما عاد اقدر اقول شيء هات 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 بالله يورد ارتاح ده الحين يا ابو سراج ارتاح انا مضطهد حط هاشتاق دحناك قلنا جوك بطل انت بس لو تدقق شويه ابو سراج بس ما بالدرجه دي ما بالدرجه دي بس الهاشتاق ايش دي احمد سالم مضطهد الله يقوم عليك عاد انا ما قاعد عني من الصقع ولا زين الهاشتاقات اخر هاشتاق ده انا ما عاد اقدر اعرف يلا انا اقول ما يد خلاص انت صايرين غثيث عقب ما جيت توافقوني الراي نعم نعم وش قلت له صح قلت ما عاد من شيء وش عاد ورا الاستبعاد يكبونك وش عاد ورا الاستبعاد لا انت لا تصير غثيث يقلبون عليك نقلب عليك احنا ولا قلبنا عليك خربت